ليه احنا عم نعيش في أزمة رجولة؟ ليه عم نعيش في جيل فيه ضعف في طاقة الرجولة؟ شو سبب هذا الموضوع وشو الحل له؟ هذا كله رح أحكي عنه بالفيديو، فكمل للآخر. فيديو اليوم محوري جداً 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 جداً، هو نداء، هو رسالة لكل شاب ولكل صبية بالمجتمع، لأنه لما نتعلم كيف نطلع رجال أقوياء، هذا مش بس بسند الرجال، هذا بسند الرجال وبسند النساء، إنهم يكونوا في طاقة استقبال أكثر، في طاقة أنوثة أكثر. مش بس هيك، بنهض في تمكين وفي قوة الجنس البشري ككل. لذلك قوة الرجال أو قوة طاقة الرجولة هو شيء مفروض كلياتنا نحرص عليه إذا إحنا حريصين إنه نطلع إنسان أقوى، إنسان عنده حب أكثر، إنسان عنده نضوج أكثر، إنسان عنده قدرة على العطاء أكثر وأكثر. فالسؤال، ليه إحنا عايشين في أزمة رجولة؟ لأنه لو بدنا نكون صادقين مع بعض، في ضعف هائل في طاقة الرجولة موجودة في العصر الحالي. وهذا مش انتقاد لإخواني الشباب، مش انتقاد لإخواني الإسلام، أنتوا براذرز، إخوان معاي. أنا بهذا الفيديو بدي أحط إيدي بإيدك عشان نمكن بعض، عشان ندعم بعض، عشان نقوي بعض، وبرضو عشان أساعد السيدات ويكونوا ملكات في حياتك وتقدر تدعمك في طريقك للرسالة. فهذا الفيديو مش فيديو هدفه إني أحكي بطل عنا رجال عشان كذا وكذا وكذا بطريقة استهزاء، أبدا. هذا فيديو مهم ومحوري عشان نصحد بهذا الموضوع. في البداية بدك تكون واعي 100% ضعف طاقة الرجولة هي مش صدفة. احنا عايشين في نظام مبرمج، عايشين في نظام ببرمج الجنس الانساني، وجزء من هاي البرمجة انه يخليه في حالة عبودية، في حالة استضعاف. وواحدة من اكبر المحاور، اكبر الركائز اللي اذا انضربت من خلي كل الجنس البشر في حالة عبودية واستضعاف، هي طاقة الرجولة. لأنه لما يكون عندنا رجال ضعفاء، معناته عندنا مجتمع ضعيف، معناته عندنا وعي مهلهل، معناته عندنا إنسان ضعيف. لذلك هذا الموضوع ضروري نحرص منه. فكيف صارت هاي البرمجة ضد الرجال؟ أول إشي بلشوا يلعبوا عليه هي طبيعة الطاقة الذكرية. يعني بلشوا يحاولوا يضربوا الطاقة الذكرية اللي موجودة عند الرجال هلأ عن طريق تلاعب قذر. خليني أفسر لك كيف صار هذا التلاعب. بلشوا يطلعوا على طبيعة الطاقة الذكرية اللي هي في الأساس تاعتها الحامي البروتكتر، وبرضه الموفر البروفايدر، اللي بعطي لعيلته، اللي بيطلع يحارب الحروب عشان يعطي لعيلته، الفارس اللي بيطلع برا عشان يقدر يوفر لعيلته كل إشي محتاجيته. مسكوا هاي الطباع اللي موجودة عند الطاقة الذكرية، واللي الطاقة الذكرية ما بتنتشي غير بتفعيل هاي الطباع لأعلى مستوياتها، وبلشوا يشوفوا كيف كانت موجودة عند الآباء والأجداد، وبلشوا يطلعوا على عدم الأمان اللي كان عندهم. صار يحكوا اطلع كيف كانوا يتصرفوا، فإحنا بدنا نلغي طبيعة الطاقة الذكرية تماماً. خليني أوضح اللي عم بنحكى. لما نطلع على الجيل السابق، على الجينيريشنز السابقة، منشوف عادة رجال عندها قدرة عالية بالحماية ورجال عندها قدرة عالية بالتوفير. هل هذا معناته أن الرجال في هداك الوقت كان عندهم نضوج كامل، وعي كامل، تنوير كامل، تكامل نفسي كامل؟ الجواب أكيد لا. كان عندهم لخبطات، وكان عندهم انسكيورتي، عدم أمان هائل، وكانت عندهم مخاوف دفينة، وكان ما بصير يحسوا مشاعرهم، وما بصير يتصلوا بالطاقة الأنثوية لجواتهم، و هذا ما بمنع أنه في جزء بالطاقة الذكرية مهم وحلو نأخذه منهم ونقيم أو نبلش نتشافه بالأشياء التانية. بس شو اللي صار؟ هاي الأنظمة استخدمت هاي القصة من خلال الميديا وغيرها، وبلشت تحاول تضرب الطاقة الرجولية عند الإسلام وتحكي لهم شو يعني أنت بدك تكون الحامي تاع العيلة؟ لا، المرأة مستقلة وانت مستقل، وانت ما إلك هاي القدرة انك تروح تحميها. شو يعني انت بدك تروح توفر لعيلتك؟ لا، ما هي بتقدر تعمل مصاري، فما إلك انك انت تكون موفر للعيلة. طبعا هاي القصص انحطت في الجيل الجديد عشان يبرمجوا الناس انه هذا الرجل out of date، هذا الرجل قديم، هذا الرجل بالي، هذا الرجل بدنا نخلص منه، وبدنا رجال بس عاطفيين، بس بيستشعروا. هلا ركز معاي باللي انا بدي احكيه. انا ما بحكي ما بدك رجل عاطفي، أنا ما بحكي ما بدك رجل يستشعر، لأنه الرجل اللي ما عنده القدرة المشاعرية أو ما بنى الكاباسيتي، القدرة أنه يحس مشاعره زي ما هو، معناته هو بسبب عدم أمان.
بسبب خوف، فهو مش قادر يحتضن حاله، مش قادر يستشعر، فمش قادر يحتضن الأنثى اللي في حياته. هذا الإشي مهم 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 مهم، ولكن هذا ما بنكر حقيقة أهمية إنه الرجل عنده طاقة الحامي وطاقة الموفر، وظيفتنا هدول الطاقات نحتفل فيهم، نفتخر فيهم، نقدسهم، لأنها طاقات بتعبر عن الطاقة الذكرية في الكون، بتعبر عن شيء جميل في الكون. فالرجل الحقيقي هو رجل عنده قدرة تدمير غير عادية، يعني إذا حد بقرب على عيلته هو قادر ينسف هذا الشخص أو ينسف أي طاقة بتقرب على المملكة تاعته، على البيت تاعه. وبنفس الوقت بيختار الوعي، بيختار الاحترام، بيختار اللطف من مكان قوة وليس من مكان ضعف. احنا هلا بلشنا نبرمج رجال هاي الغرائز في الطبيعة الذكرية انك تبلش تقتلعها من شرشها حتى تكون بس انت عاطفي وتتخلى عن هاي الادوار. وهذا الاشي بشوفه خصوصا في التربية الحديثة مع كتير امهات. بشوف كتير امهات بيحكوا أنا بدي أربي ابني يكون نايس بوي، أنا بدي ابني يكون كتير منيح، أنا بدي ابني يكون جود بوي. هذا مش رجل اللي عم بتطلعيه، أنت بدك تطلعي رجل عارف أنه في داخله قوة تدميرية هائلة، عارف أنه في داخله واحد بيقدر يحمي كل الأكوان عشان الأنثى تاعته وعشان الحب تاعه وعشان الرسالة تاعته، وفي نفس الوقت بيختار اللطف من مكان انضباط، من مكان لياقة، من مكان لباقة، مش عشانه ما عنده أي خيار تاني. عم بتشوفوا الفرق باللي عم بحكيه؟ يعني تخيل واحد مارشال ارتست او واحد محترف بالفنون القتالية، عنده اعلى الدرجات بالفنون القتالية، وشخص بالشارع يتعرض له او يسب عليه، فهو يختار انه يتجاهله، يختار الصبر، يختار التفهم، لانه قادر ينسف هذاك الشخص مش عشانه ما عنده خيار تاني. لما احنا نربي اطفال انه ما يكون عندهم خيار تاني، فاقدين الاتصال بطاقتهم الذكرية، لانها بطلت كل هذا الاشي، وهذا اشي تقليدي للقدام، معناته احنا بنفقدهم طاقتهم الرجولية الحقيقية الاصلية، وبصفي هو عم بيحاول يكون لطيف من مكان فاقد للخيار. هذا الرجل غير واثق بنفسه، هذا الرجل انت ما بتقدر تثقي فيه، هذا الرجل ما رح يكون الكون واثق فيه انه يقدر يلبي الرسالة والامانة اللي اجى فيها على الارض. فاحنا بدنا نرجع الاحتفال في الغرائز الرجولية، في الطاقة الرجولية الاصلية، الحامي والبروفايدر الموفر للبيت، مع العلم انه في تطور فيها باتجاه الوعي، باتجاه الفهم، باتجاه استشعار العواطف، باتجاه التعامل مع الانسكيورتي. فانت بكون عندك رجل متكامل حقيقي صلب. غالبنا ما عندنا هاي الرجولة لأنه ما كان عندنا مرشد، ما كان عندنا جايد يوجهنا بهذا الاتجاه. فأنا بتذكر من خبرتي الشخصية لعنت الرجولة اللي كانت موجودة في النسل اللي قبلي، وقلت أنا ما بدي إياها لأنه شفت الانسكيورتي استاعتها. ولكن هذا الرفض، أنت بترفض كمان نواحي جميلة بالطاقة الرجولية، بدل ما تنتقي وتضيف إله، تنتقي وتضيف إله، تنتقي وتضيف إله، وهنا بتصير مرحلة التطور. لذلك احنا محتاجين رول مودلز، محتاجين ناس يكونوا مثال، محتاجين ناس يكونوا قدوة للرجال. لهذا السبب انا ما عندي اي مشكلة العب دور القدوة، دور المثال، حتى اذكر الزلام انت قادر تعيش رسالتك، انت قادر يكون عنده قوة هائلة على الارض، قوتك الرجولية قوة هائلة على الارض، انت قادر تحط اي حلم وتروح تحققه، لانه هاي طبيعة الطاقة الرجولية، بتنسف القيود، بتنسف الحواجز، مش بتضلك قاعد بعجز وبشكوى دائمة. بدي اذكرهم انه انت عندك مهمة على الارض تيجي تلبيها، انت وظيفتك تحمي العيلة تاعتك، انت وظيفتك تكون قدرة الحب كاملة على الارض، انت وظيفتك تكون متصل مع العواطف تاعتك، وبنفس في الوقت ستيبل متزن حتى تعطي امان وثقه للناس اللي حواليك. انت وظيفتك تتواصل بين الطاقه الذكريه والانثويه من مكان راقي، انت وظيفتك تعرف انه جواتك قوه هائله تقدر تنسف اي عدوات او اي تعدي عليك او على عيلتك. هذا هو التطور الحقيقي، هذا هو النقل الحقيقيه، مش نبرمج رجال اضعاف
وللأسف فقدنا إحنا بالحضارات القديمة الطقوس اللي كانت تنعمل حتى تنقل الولد لرجل، لأنه الولد لرجل هي مش نقلة زمانية، يعني مش أنت عمرك 18 سنة بتبطل ولد وبتصير رجل، هي ما إلها دخل في عمر، ممكن النضج يحصل في إطار عمري، ولكن النقلة الحقيقية بتحتاج طقوس. لذلك الحضارات القديمة كان عندهم طقوس لما الولد يوصل عمر معين يخدوه يعملوا له إنشيشن، تفعيل لطاقة الرجولة تاعته، فيعلموه عن طاقة الرجولة اللي فيها تحدي. طاقة الرجولة الرجال بتحدوا بعض، الرجال بيطلعوا الإمكانيات الأكبر عن بعض، حتى التعاطف بين الرجال مختلف عن التعاطف بين الطاقة الأنثوية، هي طاقة دفع، هي طاقة تحدي، هي طاقة إطلاق إمكانيات لا محدودة من داخلك، هي طاقة الخوض في غمار الحياة وإنك تطلع باتجاه رسالتك وتطلع باتجاه مهمتك، تطلع في شجاعة مطلقة غير عادية. فهذا الوحش الكاسر اللي جواتك يبلش يصير مركز ويبلش يصير منضبط ويبلش يصير متكامل، فبيختلط جزءك الحيواني مع جزءك الروحي وبتصير رجل متكامل مستنير. هاي الطقوس انحذفت من المجتمع، هاي الطقوس انسيناها اللي كانت موجودة عند الحضارات القديمة وضروري نرجعها. فرسالتي لكل الشباب ولكل السيدات، اعرف طبيعتك الحقيقية وما تستبد فيها، ما تخاف منها، لأنه احنا تبرمجنا بالعقل اللاواعي وخصوصا عند السيدات انه اذا كان رجل قوي معناته هذا الرجل بيخوف، هذا الرجل ما فيه ثقة. وأنا بحكي العكس تماماً، الرجل الضعيف اللي أنت ما بتقدر تثق فيه، الرجل اللي مش مجرب اللي أنت ما بتقدر تثق فيه، الرجل اللي ما نحط له تيست وتشالنجز وتحديات هو الرجل اللي أنت ما بتقدر تثق فيه. الرجل القوي هو اللي بتقدر تثق فيه. وإذا بتخافي إنه لما هذا الرجل يكون معاك قوي يصير الملك على ذاته إنه يتركك، معناته بهذا المكان الإنسكيورتي الإيجو رح تضلها تلعب بينك وبينه بالعلاقة وتحاول تخليه أو تصغريه حتى ما يكون بقوته الكاملة. لما الرجل يكون في قوته الكاملة هنا بس رح يعرف رسالته على الأرض ورح يعرف يعبر عنها بطريقة كاملة. فأنا بهذا الفيديو هو نداء، هو رسالة للشباب للسيدات لكل نواحي المجتمع، خلينا نرجع الرجولة الحقيقية اللي بتحترم حالها، لأن الرجل الوحيد اللي بيحترم ذاته هو اللي فهم حقيقة الطبيعة الذكرية اللي عنده إياها، احترمها صانها وفهم القوة اللي فيها وقدر يعبر عنها. هلا بعرف إنه هاي النوع من الخطاب يمكن يكون جديد عليك عن طاقة الرجولة، وهذا الإشي بعرفه من خبرتي الشخصية، من رحلتي مع طاقة الرجولة مع نفسي لسنين وسنين وسنين. لذلك رح أطلب منك إذا هذا الفيديو لمسك شاركه مع أكبر عدد من الناس، لأنه مهم هاي الرسائل توصل أكبر شريحة بالمجتمع، أكبر عدد من الناس، مهم نوصل هذا الصوت لأكثر عدد من الناس. وبنفس الوقت إذا أنت جديد على المحطة رح أطلب منك تروح وتشوف الفيديوهات اللي هون، في عنا فيديوهات عن كل مواضيع الحياة، وإذا ما اشتركت فيها شو تستنى؟ اشترك حلا حتى تكون دائما معانا خطوة بخطوة بهاي الرحلة من رفع قوتك، رفع تمكينك، رفع وعيك، رفع ثرائك ورفع حبك لذاتك. وشكراً.